السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم أنا في مطار إسطنبول الدولي، مطار اللي هو روعة، مطار اللي هو هربان بزاف. حاليا جو بونس أنه السابع ولا الثامن عالميا من ناحية ترافيك. افتتح في 2019، هو اللي عوض مطار أتاتورك. المهم عندنا ما نديرو بها ديزانفورماسيون. ألوغ اليوم جيت تقريبا، هذا هو النهار الآخر عندي في الكونجي ديالي في العطلة السنوية ديال 2024. دوزت واحد لابارتي في المغرب، دوزت لا دانيير بارتي، دوزتها هنايا في اسطنبول واحد 8 ايام رحله منظمه مع واحد لو فواياج اورغانيزي. فقدرت انني نكون فكره ما بين اشنو الفرق ما بين المغرب وما بين تركيا. بغيتو تعرفوا تابعوا. شفت ان المغرب كيتكلم على انه الثلاثه هو الاولاني في افريقيا من ناحيه السياحه، بما مجموعه 14 مليون في منظومة 14 مليون مسافر اللي كانت في السنه الفارطه اللي توقفنا حتى على جنوب افريقيا. ولكن ملي كنجيو كنشوفو كنتعمقو، نهضرو على الصيف، نهضرو على الصيف ونشوفو المغرب اشنو كيقدم يعني السياح اللي غادي يتواجدو عليه من هنا في افق 2030. فاحنا مازالين واحد السياحه الداخليه، يعني كنلقاو اثمنة اللي هي كبيرة مقارنة مع المنتوج اللي هو مقدم. مكاينش تعاون، مكاينش تكوين ديال الأطر السياحية، ديال الفنادق، ديال الناس اللي كيكريو. مثلا حنا كنلقاو أن دار مجرد أنك تطلع للبحر مارتين مثلا تيطلب لك 700-800 درهم، ألوغ تالي دغا أو النوامس أو لا ليزور أو القطاوات ما يتبدلوش. السياح بزاف ديال الناس كيتشكاو، يصير في أنكم يعني طالعوا لي هذا لي كومونتير سير بوكينغ. ف يعني انا كنحماق على المغرب، هذه بلادي وبغيتها تكون احسن بلاد، وما داكشي ما تتذكروش عليه وغير تحماق على المغرب. غير هو خاصنا نكونوا يعني واقعيين وكل واحد نعطيو حقه. حنا مازالين واحدين في قطاعات حيويه بحال التعليم بحال الصحه، باقيين معطلين مؤشر السعاده. يعني كيفاش غادي نقدموا منتوج؟ كيفاش غادي نكريو مثلا بحال هذه التحفه؟ يعني المعماريه الرائعه راه شي حاجه اللي هربانه. يعني كيدوك على مثلا قديم تدخل غير الا بغيت تعرف الدار واش نقيه ولا لا، دخل للطواليت ديالو ولا شي كافيه ولا شي ريستورون، دخل للطواليت باش تعرف. فالناس فريمون هنايا في تركيا هربانين. انا كانت عندي واحد الفكره خايبه، يعني جونغ العنصريه، جونغ التعامل ديال الناس، جونغ ان الاتراك يعني قاصحين في التعامل، كاين الصعبه كاين كذا. ايفيكتيفمون كاين شويه ديال النصب، وهادشي راه في القطاع السياحيه في العالم كاع كامل. الا ما كنتش حاضر اصلا كيكون المشكل انه ممكن ان يدار فيه، ولكن هاد الناس تيخدموا بهاد فريمون تيخدموا بهاد. مرة فين مدرسي، فين مدرسي، فين محطة ديال رجليك، من الطواليت كتحط فلوس. يعني السوق ضايع، المارشي ضايع، ولكن كيستاهل الناس خدمة. كنشوف البنية التحتية، الطرقان، كيفاش دايرين الشوارع، كيفاش داير الترافيك، ترونسبور، لي برودوي اللي كيقدمو لك. راه ابري فاش غادي ندير فيديو على لو سيجور ديالي في تركيا وشنو هما الأنشطة اللي درت فيهم، فغادي تلاحظوا ان فريمون دوله هربانه بزاف. المغرب ملي كتشوف المطار، ف مالوغوزمون المغرب عنده مؤهلات باش يكون دوله فريمون واعره هربانه، ولكن مازالين معطلين. علاش؟ بزاف ديال العوامل كيجتمعوا باش يعطيونا الحصيله. فاذا بغينا اننا نقدموا منتوج للسياحه ولا للسياح الاجانب، فعلى الاقل بعدا خاصنا نكتفيو او خاصنا نكونوا قادين للسياح ديال البلاد. وحنايا راكم كتشوفوا راه كان بزاف ديال الفيديو كيدورو في هاد الصيف، الناس كتشكا، الجاليه كتشكا، كلشي كيتشكا من الغلا، كلشي كيتشكا من رداءة يعني المنتوج المقدم. خاصنا نخدمو، هنا أي دري صغير ممكن أنه يدخل لهاد الإطار العملاق، وأنه يقاد لو فواياج نتاعو، وأنه يقاد المسائل غير سيغ انترنيت، يقاد الترونسبور ديالو يجي حتى لعندو هنايا. بون كاينه شويه ديال الفلوس وداكشي عندو علاقة عاوتاني بالقدرة الشرائية ديال كل مواطن كل بلاد. ولكن تركيا هربانه. انا باليوم كنعترف انني غيرت الراي ديالي على هاد البلاد. وكتحس في الشوارع، كتحس غير من الرايه، غير من الحجم ديال الرايه، فكتحس بان هاد الناس تيبغيو البلاد و تيخدموا وليت داير. وكاين المحاسبه، يعني اي واحد كيحاول انه يدير الفوضى، كاين مثلا دي زيميغري، كاينين اجانب او لا اتراك اللي كيدير شي حاجه راه كيتعاقب عليها. فنهار كنظن هذا راي شخصي، نهار غادي تكون يعني المسؤوليه مرتبطه بالمحاسبه، فغادي نقدروا انه نزيدوا قدام. ولكن هادشي ما كيمنعش
اننا نديروا رياضات ديال القيبات، ونتمنوا ان المغرب ان شاء الله يعني يكون في مصاف الدول الواعره والدول الرائده في السياحه وجميع المجالات. الحاجه الوحيده اللي غادي نمشي ليها هو الماكله. الماكله توحش المغرب صراحه، توحش بلادي بزاف. انا راه تكهرت كباب وكفته ديال برغر دجاج. صراحه المطبخ المغربي لا يعلى عليه، هذه هي الحاجه الوحيده اللي كنظن ان ما كاينش شي بلاد في العالم اللي غادي تفوق علينا بها. شكرا على حسن المتابعه. المهم كانت هذه بعجاله، قلت انا دابا كنت في الطياره وحاولت انني نبارطاجي معكم هذه الخواطر، وان شاء الله في الفيديو اللي جايين غادي يكون المزيد. دوزو بخير.